مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون يوم الأحد 13 شباط فبراير؟ اليوم الأمام رافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج السرطان. أجواء حلوة بعدها بترافق الأبراج المائية. مواليد برج السرطان الحوت، العقرب، أيضا الثور، وكذلك مواليد برج العذراء. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل. مواليد برج الحمل، حاول انه تكون عجقتك اليوم سواء بالبيت او بالمكتب تكون عجقة ايجابية وحلوة ومهضومة. الاجواء معك، الاجواء مش ضدك. الشمس الموجودة ببرج الدلو رح تفسح مجال حتى يكون في جو من التعاطف وجو من الايجابيات بينك وبين اهلك او بينك وبين عائلتك. بالنسبة لبرج الثور، يوم سريع الإيقاع. مواليد برج الثور اليوم عندكم طاقات هائلة قوية كتير، وبتقدروا تكونوا من الأبراج الأقوى الأسرع والأكثر نشاطا. مواليد برج الثور، الأجواء اليوم عندكم بتخلي مواليد برج الثور يكونوا الأكثر اهتماما بكل شيء عم بيصير، الأكثر سرعة بالأجوبة باستيعاب الأمور وبالتفاعل مع كل شيء. اليوم مواليد برج الثور فيكم تقولوا هذا اليوم هو من الأيام الجيدة جدا للشغل وللدرس. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم مواليد برج الجوزاء الأمور يلي بتتناقشوا فيها فيها تعود عليكم بالربح بالنجاح وبالخبر السار. ما تخافوا، ما تنأذوا، ما تتراجعوا، خاصة لما بيكون في ضغط عليكم أو إذا في مسألة مش على ذوقكم فيكم أنتم تراجعوها، تتابعوا الأمور وتشوفوا أنه أنتم بتقدروا تربحوا. أجواء جيدة بترافقكم، ما تخافوا من شيء أبدا، تابعوا شغلكم عملكم وما تقبلوا بشيء مش على ذوقكم. الأجواء العامة كلها لصالحكم، خاصة مواليد 8 9 و10 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان يلي القمر ببرجه. مواليد برج السرطان أجواءكم اليوم قوية جدا. مواليد برج السرطان الجو اليوم لأنه القمر ببرجكم وكأنكم أنتم اللي قادرين تتحكموا بكل شيء عم بيصير، بالأشياء اللي على ذوقكم، الأشياء اللي من على ذوقكم، الأشياء يلي عم تفتح قدامكم شيء جديد، فأنتم تقدروا تغيروا بعض الأمور وتحولوها بطريقة تكونوا فعلا أنتوا مرتاحين. فمواليد برج السرطان يلي أنتوا حابين تقرروا عليه، يلي حابين أنه تشيلوه، يلي حابين أنكم تدخلوا حياتكم مع وجود القمر ببرجكم لح بتلاقوها مسألة سهلة. يعني تنقول مثلا مخانقين مع شخص معين وحابين انكم تحكوا او حابين انه يكون في تواصل مع هذا الشخص او ما يكون في تواصل، اليوم عندكم القدره لحتى تقرروا شو بدكم وكيف بدكم تعملوا. يعني بدكم تتصلوا، بدكم انتم تاخذوا المبادره، بدكم حدا ياخذ مبادره، فيكم تتصلوا مع حدا ثالث وهالثالث يقدر يشتغل معكم لصالحكم. القمر ببرجكم، الحل بايدكم، كلكم محظوظين اليوم. بالنسبة لبرج الأسد، اليوم بعده يوم ضعيف، يوم من الأيام الأقل حظا، يوم منه من الأيام الكثيرة الحظ، بالعكس تماما. فيكم تتوقعوا أنه تأخير، تراجع أو عرقلة في بعض الأمور، والأجواء عندكم منها هالقد سريعة على ذوقكم، مش مثل ما قلتوا بدكم. أنتوا بتفكروا أنه الأمور سريعة بس هي منها سريعة، لأنه في احتمال أنه الأمور تصير راكدة، يصير في جمود، والأمور اللي أنتم بدكم إياها ما تصير وما تحصل. فمواليد برج الأسد اليوم نهار أنا بعتبره من أيام الأقل حظا وقيلتها بالأبراج الشهرية، فكونوا حذرين اليوم خاصة 10 11 و12 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء يلي اليوم نهاره فيكون نهار جيد مع انه نهار طويل. مواليد برج العذراء بدكم تعطوا كل شخص حقه، يعني ما فيكم انتو اذا في شيء مش على ذوقكم تقولوا انه خلص الشخص الاخر يلي رايه مش من رايكم، ما فيكم تقولوا انه لا رايه غلط. بدكم تاخذوا وتعطوا اليوم، عم نشتغل على هيدي النقطه لحتى ما تتعذبوا في اليومين او ثلاث ايام اللي جايين. فاليوم بدكم تلاقوا طريقه توصلوا على الاقل الى منتصف الطريق، والجو اليوم بيساعدكم لتوصلوا الى منتصف الطريق في المصالحه، في التسويه، في ايجاد الحلول، يمكن في التعارف على اشخاص جديد، فما تسكروا الباب امام حلول جديده.
ننتقل لبرج الميزان يلي اليوم نهاره كتير مهم، الايام العالية جدا بطاقاتها لانه بتحطكن امام الاضواء وتحت الاضواء وبكونوا اقوياء جدا. مواليد برج الميزان انتم مهمين جدا اليوم، والناس تطلع لكم والناس تنظر لكم باهتمام وبتقدير، طبعا اذا انتم عم تتصرفوا باحترام كلي. الاجواء جيدة وانتم الاقوى وما في سبب تعتلوا هم، واذا عتلانين هم قووا قلكن وما تستسلموا، كملوا لحتى تاخذوا حقكن. كلكن محظوظين اليوم خاصة 10 11 و12 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب يلي مع وجود القمر في برج السرطان هنالك حظوظ كتير حلوة بتخلي وبتسمح لمواليد برج العقرب يكونوا محظوظين جدا وسعيدي الحظ وأقوياء جدا، ومن الأبراج الأشخاص المطلوبين ليكونوا متواجدين وليكونوا عم بيشتغلوا مع غيرهم وبمحيطهم، وحضورهم عفوا ضروري وموجود ومطلوب جدا. يعني ما لازم تكونوا مختفيين لا عن الشغل ولا بحياتكم الاجتماعية أو العائلية، حتى ولو كنتوا موجودين بهدوء برواق لكن كونوا متواجدين. أجواء حلوة بترافقكم خاصة مواليد 1 2 3 4 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مواليد برج القوس الجو اليوم حلو، بتعرفوا انه الامور اليوم هي للتسويات للمصالحات، وانتوا قد وقدود وما في شيء بيوقف بوجه مولود ومولودة برج القوس بطلتهم الحلوة وبضحكتهم الرنانة وبمسمتكم الحلوة. خلوا وشكم يكون بشوش وشوفوا اليوم كيف نهاركم رح يمشي، وكأنه الظروف عم تفتح بوشكم. المساومة المساومة ثم المساومة، هاي هي كلمة مفتاح النجاح. ننتقل لبرج الجدي. حتى ولو القمر عم بيعاكسك مولود برج الجدي، ما تزعلوا ما تزعلوا ما تنرفزوا، ما تفكروا انه سكرت بوجهكم، ما رح تسكر بوجهكم. اجواء حلوه، القمر بمقابلكم، ايه كل الابراج يومين بالشهر بيطلع القمر بوجهه بعاكس، لذلك بكون طولوا بالكم وتتركوا هالفتره تمرق. بعد عندكم بكره ايضا يعني يوم الاثنين لحتى الامور تهدى، لذلك امشوا مع هالموجه ببطء وبكل سهوله وبابتسامه، ورح بتشوفوا انه رح تطلعوا بالنتيجه انتم ربحانين، انتوا ربحانين. انتبهوا بس ما تضحوا زيادة عن اللزوم، كان بوقتكم بأموالكم بمقتنياتكم بأشياء اللي انتوا بتعتبروها عزيزة على قلكم، لأنه كوكب المريخ ببرجكم. كونوا جدا حذرين. مواليد لازم يلي لازم ينتبه هن مواليد 4 5 و 6 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مواليد برج الدلو اليوم بيضلوا افضل من اليومين المقبلين نسبيا، او يعني خلينا نقول افضل من التنين المساء، الاحد المساء، التنين المساء، التنين مثلا المساء، الثلاثة بيضلوا اريح. اليوم شغل كتير ماشي الحال، يوم الاحد رح بيكون نهار طويل، لكن انتوا قدوا قدود، نظموا اوقاتكم وبتشوفوا انه بالنتيجه انتوا قادرين تعملوا اللي بدكم اياه. نهار الاثنين كمان نهار طويل، بيبدا طويل وبينتهي يمكن بشويه عجقه زياده عن اللزوم. المهم خلونا بنهار الاحد، نهار الاحد نهار طويل، رتبوا وقتكم وخلوا نفسيتكم مرتاحه، ويلي بيحاول انه يدخل على الخط يعني يتدخل معلش كبروا عقلكم وما تعملوا مشاكل، خاصه اذا كنتوا من مواليد 7 8 9 و10 شباط فبراير. ننتقل لبرج الحوت. مواليد برج الحوت نهار حلو، بيساعدكم كتير 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 وجود القمر في برج السرطان، انتم بأمس الحاجة إلى هذه الطاقة الجيدة والحلوة، وكأن تعطيكم نفس جديد، نفس عميق بتاخذوه وبيعطيكم قوة إلى الأمام. من الأيام الجيدة، فما في حاجة أبدا إنكم تعتلوا هم أو تقولوا إنه مش ماشي الحال، بالعكس تماما، أجواء جيدة بتساعدكم. تذكروا انتوا بحاجة بأمس الحاجة لهذا اليوم الجيد، استفيدوا منه لتتصالحوا مع ذاتكم، لترمموا علاقة مع أصحابكم مع صديقاتكم، زبطوا الأوضاع بقدر المستطاع. 1 2 3 أدار مارس هي الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم، قلوا لمولود اليوم إنه بانتظاره سنة، هيدي السنة رح بتكون سنة حافلة بنشاطات متعددة فيها من كل شيء، اهتمامات كتير كبيرة هنالك، حتى المشروع بتشتغلوا عليه رح بيكون مشروع
كأنه مشروعين بمشروع واحد. هيدي السنة بتطلب منكم انكم تكونوا منتبهين على او تتابعوا أبراجي الشهرية تتنتبهوا من تأثيرات كوكب زحل بأي لحظة بيوصلكم. كل شيء بتشتغلوا كل شيء بتعملوا لازم يكون مؤسس بقوة، ما تجاسفوا باللي معكم باللي تملكوه من علاقات أو من مواقع اجتماعية أو مهنية. شهر شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر وديسمبر من أفضل الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.